اسمك؟ حرز يا سيدتي. أتجيدين الرقص؟ والغناء أيضا. نعم حرز. يا من به صمم عن الشكوى وتغافل عن صاحب البلوى، إن بحت باسمك فهو يقتلني وهنا تثكل مني الثكلى. الله، لمن هذا الشعر؟ بيت لشاعر مغمور يدعى جحظة سيدتي. نعم. سبحان الخالق. ما اسمك؟ وردة. وردة، وأنت؟ هزارة سيدتي. ماذا تفعلين في بيت قيانا أيتها الصغيرة؟ جاءت لتبحث عن مياه. يكفي. إنهن في عهدتي يا سيدتي، وسأعدهن للخليفة على أتم وجه. تفضلي. اتبعنني إلى المخدع. ويحك أيها الخصي، تنسب إلي أبياتا ضعيفة لابن المعتز وتصفني بالمغمور. غمرتك مياه دجدة. أنسيت أني كنت جليس الخليفة المعتمد رحمه الله؟ صدقني لولا إيش العجراء لخرجت ولقنتك درسا ما نسيته في حياتك. امضي. اتبعني. أتبعك. ويحك. ذهبت؟ نعم. وأي حصان أخذت؟ الأشهر.
ريت. المعلم النطل يريدك. تعلم أني أكره المكافآت، فأنا أرى أن المكافأة تفسد المملوك، ولكنك اليوم أبليت بلاء حسنا. يا رجل اتق الله، تكافئه لأنه نسب إلي أبياتا ضعيفة لابن المعتز وأمام من؟ قهرمانة الخليفة. ولمن تريد أن ينسبها؟ لصاحبها. صاحبها الحقيقي الذي منذ فترة قليلة قاد ثورة ضد الخليفة. تحظى، لقد بدأت تفسد علي حياتي. اذهب من هنا. هيا. نصر، زيدان، أين أنتما؟ اتبعاني. افتحوا الأبواب، لقد عفوا. لبيك لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ يا عين عين وجودي، يا مدى هممي، يا منطقي وعباراتي وإيمائي، يا كل كلي، يا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعيضي وأجزائي، يا كل كلي وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنائي، يا من به علقت روحي فقد تلفت وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي، أبكي على شجني من فرقة وطني طوعا ويسعدني بالنوح أعدائي، أدنو فيبعدني خوف فيقلقني شوق تمكن من مكنون أحشائي، فكيف أصنع في حب كلفت به؟ مولاي قد مل من سقمي أطبائي،
قالوا تداوى به منه، فقلت لهم يا قوم هل يتداوى الداء بالداء؟ لقد أخبروني بذلك ليلة البارحة. لا أصدقك، أنت تهذي كما تريدين. حسناً، سأتأكد بنفسي. إذن لك الأمر. لقد وصلت. فاطمة، هل التقيت بها من قبل؟ لا، كنت أجهل أن للسيدة الشغب شقيقات أو أشقاء سوى غريب الخال. حمداً لله على سلامتك. سلمك الله. أنا فاطمة، قهرمانة السيدة شغب، نصر كبير الحجاب. الحمد لله على سلامتك. تفضل يا السيدة، بانتظارك. تحت. لا يفضل أن يظل سخطك على جعفر المقتدر أكثر من هذا. هو مهما بلغ صبي غض. ها قد قلتها، صبي. ولا يصح لصبي أن يتفرد بأمر يجهل مقلبه وعواقبه. أحترز أمام غيرك بهذا الكلام، لكنها الحقيقة. الحقيقة أنه الخليفة العباسي والمقتدر بالله أمام العامة وفي عيون القادة والقضاة، وأنت والدته والمدبرة لأمره إلى أن يشتد ويعرف مسالك السياسة ومقتضياتها. كان عليك أن تستدرجيه لما أردت، لا أن تملي عليه إملاء وتثير غضبه. هو من أوغر غضبي وأثار جنوني بفعلته. هل من عاقل يغفر لعصبة ابن المعتز من متآمرين ولصوص وخونة دون تمحيص أو دراية؟ يا إلهي، مضى زمن على ما فعل، ألن تتغاضي وتغفري؟ لقد أحدثت فعلته صدعا يصعب ردمه. ليس عند أصحاب البريد وصاحب الخبر شاغل إلا تتبع أخبار من خرج من السجن. نال العفو ثعابين وثعالب، انتشروا في أطراف بغداد ولا نعرف لهم مكانا. ما الضير لو بقوا في حبس القصر حتى ننتهي من فرزهم ونتحقق من نواياهم. جميعهم من الأعيان والنافذين والقادة، وبعض منهم لنا في ذمته أموال وجواهر، مثل الحاجب سوسن، بل السارق سوسن. السلام عليكم. وعليك السلام. وعليكم السلام. حمدا لله على سلامتك. سلمك الله. حلمت أهلا. اجلسي يا خاطف وأفتينا في الأمر. لماذا أفتي؟ وصلت بغداد توا وتريد أن تستفتيني؟ خصام بين ابن أختك جعفر المقتدر ووالدته. إذا كانت شغب طرفا في أي خصام خرجت رابحة، فماذا نقول في عنادها؟ خبرناها في صغرنا وذقنا منها العجب. لا تذكرين عنادي إلا بالقدح؟ لم أبلغ ما بلغت بالانقياد واللطافة. كيف كانت رحلتك؟ لا بأس. والآن ماذا أقول له؟ وهذه أول مرة يقصدني في طلب. قل له عن لساني، بين الأم وولدها حبل لا ينقطع. لا تستعمل أحدا كائنا من كان بينك وبين أمك. تريدين أن أعزل نفسي وأنقطع عن شؤون المقتدر؟ بل أريدك أن تعزل نفسك عن شأني معه. مستقبل الولد صنع أمه. كما تريدين. سأنقل له الرسالة وسأعود للجلوس معك والاطمئنان عن أحوالك. إذن لن تعود، ستنسى كعادتك وتنهمك في أعمالك. لا أكوني واثقة، سأعود. قولي لي، ما سبب خصومتك مع جعفر؟ تبصر الوصل هاردا
يكفي يكفي يكفي. تريدها أن ترقص لك؟ لا أريد الثانية. هيا بسرعة. هل جهزت من الموكب الذي سينقل الجوال إلى القصر؟ نعم جاهز. وتليد أين تليد؟ استعجل. حسنا. أظن أني عبد تملك. ما ذنبي أن أبقى حبيس هذا المكان؟ تهمتي الثرثرة. ما بالك يا جحدة تكلم نفسك؟ ومن أكلم غيرها؟ وأنا حبيس هذا المكان وممنوع علي أن أغادر هذه الأبواب. وماذا كنت تفعل خارج هذه الأبواب؟ كنت تجلس في واحد من الحوانيت وتشرب حتى يطاك العطب، أو حتى تنفق آخر درهم من في جيبك. معلمنا المطلوع عفاك من هذا. ويحك، لا شيء يساوي أني حر. حر؟ أين تريدنا أيها الحر؟ لا أعلم، ربما في الداخل. قل لي أين سيدك النضل؟ إنه في الخارج يطلع على كوكبة من الجواري التي سيلتحقنا بقصر الخليفة. جواري. أحضرت السكوب؟ ما بك؟ هي لا تريد أن تستعمل أحدا كائنا من كان بينك وبينها. أرسلت في طلبها كبير الحجاب فامتنعت عن الحضور، رفضت أن تراني، وأنا ذا جعلتك واسطة لاسترضائها دون فائدة. إذن اذهب إليها بنفسك. لا، كما تشاء. أنا أيضاً لا أريد رؤيتها. كيف؟ شفت مرة نقطتين ولم أعثر له. اذهب مرة أخرى.
اللهم لك الحمد. أنا متأكد من أني وضعت. أنت! أنت ماذا؟ أينهما؟ أخبرني. كنت أحسبك ذكي فطن، ولكنك غبي 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 يا قليل غبي. سيدي هذه ليست أفودي، فوالله قد وضعت. والله والله يا ما تصبح بضاعة مسروقة، ومن السارق أنا. أوصلتني في عملي إلى هنا، إلى هنا يا تليد، وأنا النط، النط، وهذا عملي وعمل أجدادي. وإن هربت أي جارية لا أستطيع استردادها. أتعلم لماذا؟ لأني أنا السارق، سارق. لا، ليست هنا المشكلة، ليست هنا. ماذا أقول للخليفة؟ ماذا أقول للقهرمان أني أنا سأقف أي صك لهما. لا أملك الجواري. أخبرني ماذا أقول. أريد هذه الصكوك بأي شكل، ها؟ هذا في أي مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام. أين هو والدك؟ ذهب برفقة مريد الله يدعى الشبلي. توفي ولده وهو غائب في الحج، وما دار عنه إلا اليوم. إن لله وإنا إليه راجعون.
اللهم عظم أجره في مصابه وارحم فقيده فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. آمين. كيف حال والدك؟ ما به؟ لقد خلع الخرقة ولبس قباء، كما طلب مني أن أبحث له منذ الغد عن بيت في النواحي يشتريه. تزين الناس يوم العيد للعيد، وقد لبست ثياب الزرق والسود، أعددت نوحا وتعديدا وباكية ضدا من الراح والريحان والعود، وأصبح الكل مسرورا بعيدهم، ورحت فيكم إلى نوح وتعديدي، أصبحت في ترح والناس في فرح، شتان بيني وبين الناس في العيد. يكفي ما شربته اليوم، أنت لم تنقطع عن الشرب منذ المساء. مولاي أرجوك يكفي، يكفي مولاي. كفار! حي، لا إله إلا هو. تفضل. سأبتاع بيتا أنقطع فيه للذكر. بيت أم زاوية للتصوف؟ كلاهما. ألا يغضب هذا الشيخ الجنيد منك؟ لا، وما شأن الجنيد بالأمر؟ أشعر أن شيئا ما يطلبني غير الزوجة والولد.
أظن أني مقبل على أمر عظيم. أي أمر؟ لا أدري، لا أدري، لكن اذكريني بما أستحق. ما ذكرتك قط إلا بخير. قبل أن يزوجني أبي أبو يعقوب منك قال لي: رجل رهيف لا أعرف له منقلبا أو خاتمة، يحتاج رعاية ودراية، طير يريد عشا، أتقبلين به؟ جئت ومذ رأيتك أدركت ما قال. كنت لك عشا وعلمت أن غصني لن يحمل جناحك وأنك ستضيق بي. بل ضقت بما في نفسي. الفتى متعلق بك حمد. نعم، مصابكما واحد، عاشق كأبيه أرجو أن ترعاه، البقية من أبنائك أبناء دنيا، أما عني فأنت في حل، فقط أوصيك ألا تفجعنا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أين أجد وراق الشيخ الحلاج؟ هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت وراق الشيخ الحلاج؟ نعم أنا هو. أريد كتبه. أي كتاب تريد؟ جميعها. يتوفر الآن عندي بعضها فقط، أما البعض الآخر فهو بحاجة إلى وقت لكي ينسخ، لذا ينبغي أن ترجع إلي في وقت آخر. حسناً، متى عود فتكون قد أنجزت الباقي؟ ألست تلميذ الإمام محمد بن داود الظاهري؟